الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير لا تحرك لسانك لتعجل بك
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق
أدراك ما فارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج على رجله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله